السلام عليكم. اليوم فيديو جديد. اولا كنرحب باللي انضموا للقناه ديالي، وكنرحب اللي خلى لي تعليقات زوينه ولا خايبه. مرحبا بالكل. اليوم حبيت نشارك معكم افكار منزليه كتساعدني بزاف بزاف بزاف، وكنقول لك الحاجه ام الاختراع. فهذا الشيء اللي غادي نعطيكم راه هو كان عندي انا مشاكل، كنت كنقلب لي على حلول. الحمد لله توصلت لهذه الحلول وقلت نتشاركها معكم. قبل ما نبدا الفيديو كنتمنى اللي ما نضمش للقناه ديالي ينضم للقناه ديالي بالضغط على زر الاشتراك، وكذلك يفعل الجرس باش يوصلوا الجديد ديالنا. والا عجبو الموضوع يبارطاجيه مع الاهل والاصدقاء، وما تنساوش واحد اللايك باش تشجعوا القناه ديالي. نبداو مع الحيله الاولى ان شاء الله. كنعرفوا الزرابي كيبقاو كيزلقوا لنا مع الارض، وكان ديما عندي هاد المشكله هادي، اما كيزلقوا اما كنلقاهم داروا بحال هكذايا، وكان بسهوله يقدر شي واحد عندي يقدر يتاكل فيهم ولا شي حاجه، خصوصا الزرابي اللي ما كيكونش فوق منهم واحد الطوابل. كنصحكم انكم تستعملوا الزرابي ما يكونش فوق منهم طوابل، لان هكذا حتى التخمال كيجيكم سهل. كتقدروا دغيا دغيا كتسلتوا الزربيه تقطبوها وتنقيوها وترجعوها لبلاصتها. حتى الا عندكم زرابي كبارين راه نتوما كتقدروا هذاك مول الزرابي كتطلبوا منه باش يخيطها لكم بحال هكذايا. ها هي انا كانت هاد الزربيه كبيره وطلبت، عجبتني بزاف وكانت كبيره على الصالون ديالي، عادي تدخل ليا تحت طوابل وانا كنرفض هاد الموضوع بتاتا. طلبت مول الزرابي باش يقطعها ليا ويخيطها ليا بهاد الطريقه هادي. كانت هادي مجرد فكره بغيت نشاركها معكم. دابا غادي ندوزو كيفاش يمكننا من نمنعو الزرابي ولا الموقيطه ديالنا ايا كان باش يزلقوا لنا مع الارض. شنو غادي نحتاجو؟ نحتاجو سكوتش دوبل فاس والمقص. طبعا عادي قبل ما نبداو كنقلبوا الزربيه ديالنا ما يكونش لاصق فيها هنايا شي غبره ولا شي خمله، حتى لتحت ما يكونش شي حاجه. كنتاكدوا بلي راه حنايا مسحين هاد البلاصه هادي مزيان مزيان مزيان. من بعد كنقطع واحد الطريف ديال السكوتش دوبل فاس، واختاروا نوعيه جيده. عادي نديرها هنايا على الطريقه هادي. غادي نقطع واحد الطرف اخر كذلك، وعادي نلصقو باش نحصل على واحد نص مربع. غادي نلصقو بهذه الطريقه هادي كذلك. غادي نحيد هذاك السكوتش اللي غيكون ديال لوطر فاس، نحيدو من هنايا بحال اللي قلت. كنتاكدوا بلي راه ما كايناش شي غبره ولا شي خمله في الارض، وراه ساهل باش تحيدو. صافي كندير بحال هكذايا، ها هي لصقات. راها مستحيل عاد تزعزع عليكم. والا بغيتو مثلا تحيدوها راه ساهل جدا باش تحيدوها. وننتقلوا للفكره الثانيه باذن الله. قبل ما ننتقل للفكره الثانيه كنقول لكم راه حنايا كنكرر هذه العمليه هذه بالنسبه لحتى لثلاثه ديال الاركان اللي بقاو ليا. وهكذا يكونوا مأكدين راه ما عادش تحرك من بلاصتها. ملي تبغيو تخملوا فقط كتحيدوا هذاك السكوتش وكتعاودوا دير واحد اخر جديد وصافي، وها هي المشكله هذه تحلات ديفينيتيف ان شاء الله. بالنسبه للحيله الثانيه بحال اللي كتشوفوا هي خاصه بالبالكون او البلايص اللي كنقدروا نسيقوا فيهم ويهبطوا على الجيران. هنايا كنختص بالذكر الناس اللي كيكونوا عندهم لي زابارتمون كيشوفوا على جرده ماشي على الناس ولا على شي حاجه. الفكره هذه ايضا حصريه. بحال اللي كنشوفوا هاد القادوس هذا راه ما كانش انا ركبته. هاد القادوس هذا راه كان عيل صغير، وكان سواء الجيران سواء انا الى سيقت ولا هبط الماء كيهبط عند الجيران، او خصوصا الى كان ناشري شي حاجه راه كندير بالنقص ما كنوليش كنسيق. دونك هنايا جبت هاد القادوس هذا كبر تقريبا واحد ميلي ونص ميلي ولا ميلي على القادوس الحقيقي، ودرناه طويل بهاد الطريقه هذه. الصراحه الزوج ديالي هو اللي ركبو، ايضا ركبنا حتى لهاد الجيران اللي تحت منا، وغادي نوريكم انا الشكل ديالو كيف كان. باقي عند الجيران اللي ماشي اللي فوق منا، اللي فوق مني هما اللي ركبت ليهم، لان كانوا فيما كيهرقوا الماء كنت كنلقاه عندي في وسط البالكون، لو كانت شي حاجه اللي كديرونجيني بزاف. غنوريكم الشكل عنده عند الجيران. كتشوفوا ركبناه كذلك عند الجيران، هادو هما
باش تهنيت من هذه المشكلة هذه. وبالنسبة للناس اللي الفقر راه ما شوش باين ولا لا، راه عيب لكم راه باقي عندهم القدس كيف كان عندي تماما، كيف كان كيسبب لي المشكلة لو ما تقريبا هما ما كاينينش، لو ما ركبنا لهمش صافي. كانت هذه هي الفكرة. هو واخا لحت الماء ولكن هما ناشرين راه ما كيجيش عليهم داكشي اللي ريحه الماء راه كيسبب على برا خطرة حتى حاجه ما كتجي عليهم، وهكذا كنكونوا تفادينا هذا المشكل. الحيله الثالثه ديالنا هي بالنسبه شي خطرات كنبغيو نديرو الحمص ولا اللوبيا ولا ولكن كنكونوا ما فزقناش في الليل. هنايا شنو كنديرو؟ كنجيبو الحمص ديالنا وكنديروه في طرموسة، كنخوي الحمص فابو على الصداع وكنعمر فوق منه الماء طايب هاي نغطيه صافي. من بعد ربع ساعة كنجي كنحل هاد الترموسة ديالي، تبارك الله عاد القهوه صافي راه. بالنسبه للحيله الرابعه، انا كنحتفظ باللي فولار ديالي، كنحتفظ بهاد بهم بهاد المنظم من ايكيا، وكنحتفظ كل لون بحال دابا لي غري كنديرهم مع بعضياتهم، وهكا كتجيني خير من هذيك العلاقه لانك تاخذ واحد الحيز وكتحس داك لي فولار كيوليو في الاخر راهما غير مكمشين وما زوينينش. المهم هكا كنحتفظ بهم انا، كل الوان كنديرها بوحديتها وكيسهل عليا هكا باش نجيبهم. بالنسبه للحيله اللي هنايا بالنسبه للروائح اللي نقدروا نديروها هنايا وتاكدوا بلي راه الحوايج ديالكم راهما عاد يبقاو فيهم واحد الريحه غزاله. هنا شنو كنستعمل؟ كنجيب واحد البارفان، بارفان اللي كيكون هكذا، ولكن كنتاكدوا بلي واحد البارفان اللي كتكون الريحه ديالو كتبقى. يمكنكم تستعملوا حتى هذوك لي بارفان ديال الفوردا وهذا، راه الريحه ديالهم راها امبيكابل، راه كتبقى مزيانه. انا كنستعمل هذا البارفان هذا، عزيز عليا بزاف وكيجني زعما الريحه ديالو كتبقى نفاذه. شنو كندير؟ كنجيب واحد المنديل ورقي بحال هذا، كنرش فيه هاد البارفان هذا وكنديرو في وسط لي فولار ديالي. تيقوني عتي راه كتحلو البلاكار راه كتجيكم واحد الريحه غزاله غزاله غزاله. وننتقلوا ان شاء الله باش نشوفوا الفكره الخامسه. هنا بالنسبه للحيله الخامسه ديالي واللي ما كنستغناش عليها والزوج ديالي كان عجباتو بزاف، انا ما كنحمش من الحاجه اللي كتكون هكايا محطوطه في الوسط حوايج ولا كيعجبني كلشي يكون خاوي. الو الحيله الثالثه كنشوفوا هنايا، راه عندي غير هنايا ستاره بحال هكذايا. شنو كندير انا؟ كنجي عندي واحد الطريف ديال الحيط هنايا كنستغلو، كندير هنايا علاقه، ها هي ما بيناش بيت الناس، كندير هاد العلاقه هادي ها هي بحال دابا كنعلق فيها لو بينوار ديالي، ولا راجلي ملي كيجي كيعلق فيها الحوايج ديالو هانتوما بحال هكذايا، كندير بحال هكذايا. ها هو ما باين حتى شي حاجه، ما كتبقى باينه حتى الا دخل شي حدا كفاجا البيت ولا شي حاجه، راه معمره عادي توقع بلي راه كاينه واحد العلاقه عندك اللور. كنتمنى هاد الحيله تكون عجبتكم وننتقلوا ان شاء الله باش نشوفوا الحيله السادسه. هنايا بالنسبه للحيله السادسه، كنعرفوا ملي كنقيسوا الثومه ملي كنبداو كان هذا كتبقى الريحه ديالها، واخا كنديروا الصابون في اليد راه ما كتحيدش الثومه ولا البصله ولا اي حاجه كتكون الريحه ديالها بحال هكذايا خايبه. شنو الحل هنايا؟ هو معجون ديال السنان، تيقوني كديرو واحد شويه في يدكم بحال هكذا وتغسلوا به يدكم، راه ما تبقى حتى شي ريحه في يدكم باذن الله، حتى شي ريحه ما كتبقى في يدكم. ننتقلوا ان شاء الله للحيله الاخيره. هكذا وصلنا للفكره الاخيره، وكتخص هذا البرد هذا وهاد القريعات هادو اللي كيكونوا ديال جافيل، راه نتوما عارفينهم انا حيت تيكي. هاد القريعات هادو راه هما كيفيدوا في هاد البرد هذا، غنقول لكم انا كيفاش. كنخويهم كيكونوا خاويين طبعا من جافيل، وكنعمروهم بالماء سخون. كنتاكد بلي راها مسدوده مزيان،
من بعد ما عمرتها بالماء السخين كنقدروا نسخنوا فيها يديداتنا بحال هكذايا. كنقدروا كذلك البنيتات اللي كيكون عندهم الم دوره شهريه يقدروا يحطوا على كريشهم واحد شويه كتدفي لهم الكريشه ديالهم. وكذلك الفرش ديال الوليدات هكذايا الا كان بارد كنحطوها واحد شويه وكنتاكدوا بلي حنا حيدناها ديناها معنا ما نخليوش هذه القريعه هذه مع الوليدات الصغيورين. عيد فيو الفراش ديالهم صافي ونحيدوها نستفادوا بها هكايا نجلسوا حدا التلفزيون ولا شي حاجه. كتقوم مقام داك القريبه ديال الماء اللي حنايا كنعمروها بالماء السخين ساعات هكذايا كتكون خسرات لينا ولا ما كنلقاوهاش ولا شي حاجه. هاد القرعه هذه راه كتقوم المقام ديالها لان هاد الميله هذه مصممه انها تستحمل الماء السخين. كنتمنى هاد الفيديو هذا يكون عجبكم وكنتمنى الا كان فيه شي افاده تبارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.